يقول تأخرت عن الزواج الآن وعمري في 37 وكذلك لم أؤدي الحج ولا العمرة حتى هذا الوقت، بأيهما أبدأ فضيلة الشيخ؟ فأنا عازم على فعل الطاعات والاستمساك بالخير. إذا كنت تخاف على نفسك للوقوع في الحرام إذا لم تتزوج فإنك تبادر بالزواج، تقدمه على الحج. أما إذا كنت لا تخاف على نفسك من الوقوع في الحرام فبادر بالحج. نعم.